الشيء. اخوتي راح يدولنا غير من هنا. جواد محمد جواد اصافي والله صافي بقيت كاع فعلا راه واقف كريم في مدينة فاس. شكرا للسي فارس. هنا هنا شويه هنا 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 لا شكرا للسي فارس على رئيس قسم الشؤون التقنيه على الدعم في مثل هذه الحالات. الصف الاول جواد قلوس والذي حطم الرئيسي في المدينه عاصمة أطلس ويسلم كأس ودنيا السيد كاتب العام إلى جهة فاس الناس. مشكورا للسيد والي وكل الطاقم المساعدة على الدعم والمساندة أيضا كل المستقبلين الذين يدعمون هذا اللقاء في هذه المدينة التي نعيش فيها الأجواء الهامة في الرياضات. بدنا نسلم مشكورين من ولادي السيد كتيب العام رئيس قسم الشؤون الداخلية لأخذ صورة تذكارية وأبى المستشار مختبر فيلورا إلا أن يدعم مثل هؤلاء الرياضيين ويساهم في مثل هذه الحالات. وكذلك شركة أصلا أبت إلا أن تقدم الجوائز للفائزين. الفائزين الخامس وكذلك